السلام عليكم صحابتكم الاخوه الاخوات، رمضانكم مبارك، تقبل الله منكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله معكم شيشي لي منذ الاحتياجات الخاصه، يعني بين قوسين يعني معاف حركيا نسبه 100%. اليوم بغيت نهضر على حقي، على مليون حوالي يعني 8 أشهر بسبب قال لك ممنوع الازدواجيه، ازدواجيه المنحه يعني. احنا رانا في هذه رانا مهمشين من جميع حقوقنا، كما نقولوا احنا ازدواجيه المنحه هذه حوالي قالوا لي عندي نسبه تاع الوالد الله يرحمه، كان في التعليم توفى، دروا لي النسبه هذه هي 2 ملايين سنتيم من شريط الوالد الله يرحمه. قالوا لي ممنوع الازدواجيه، خلوا لي المبلغ هذا ما يكفينيش، 2 ملايين ما تكفيش. انسان متزوج، مانيش خدام، الحاله كما عرفنا تمام، الحاله اسم الله غالب، ما نخدمش. الاخرى 2 ملايين ما عندها ما دير، انسان متزوج يتيم. قضية الاخر رافي طايمة تاع الشهر 14 مليون و400 ألف، تبقى لي 600 ألف ما عندها ما دير، باش تشريها خضرة، تشريها دواء، تشريها فهمتني، تشري غاز، تشري سيتي، ما الله غالب. أنا حاب نفهم من الدولة هذه، باش ما عنديش. دوكا أنايا في شهر رمضان هذا مبارك، كاينه ناس ما وقفت معايا ربي يجازيها، عطاتني ماتريال راك تشوف، عطاتني ماتريال نخدم به، بس كان ما عنديش ماتريال نسترزق به، قالوا لي هاو ماتريال نسترزق به. عندي سي ثاني حبيبي وصاحبي وخويا عطاني الحوايج هذو، فيها البيزا، فيها الفوري، فيها البلوز، صافي كما نعاون روحي نبيع فيهم، نقود كل حاجه نبيعها عندي فيها 1000 فرنك. الفرنك انا جيت 1000 فرنك هذيك ما نطور راني من هنايا نفطر في الطابله، دوك انت تفطر في دارك ومع ولادك وفي وسط ولادك، وانا جيت 1000 فرنك ذو الاحتياجات الخاصه راني نفطر هنا في الطابله، جيت 1000 فرنك. انا ثاني باغي نعيش كما يعيش ولك، وتعيش كما تعيش انت، راك معايا. دوك واش راح نقول لكم، دوك انا نقول لكم ربي يهديكم وشوفوا فينا حنايا، رانا ناس الله غالب اجت خاصة، فهمتني، رانا محرومين من جميع الحقوق تاعنا، وعندي وظائف هنايا ثاني في الكريم. هذا هو قلت لكم خوتي القرار اللي شطبوني به، قرار الغاء المنحة تاع المليون تاع ذو الاحتياجات الخاصة، بلي ما نساش بلي بسبب راني نقاضى في منحة الواد الله يرحمه. دوكا واش دخل، انا حاب نفهم انا بدون جزائرية، واش دخل منحة الإعانة الإعاقة في منحة الواد الله يرحمه، في النسبة تاع الواد الله يرحمه، دوكا البرسنتاج هذاك تاع الواد الله يرحمه، دوك هي في القانون يقول لك كي يكون طفل وطفلة مينار يدي النسبة هذيك، النسبة تروح للزوجة تاعو وحدها، والنسبة يديها الطفل ولا طفلة مينار، ولا الكا دوزيام كي يكون طفل وطفلة اونديكابي النسبة هذيك تعطيوها له، كي ما يكونوش الحالات هذو النسبة تروح للدولة، هذه حاجة باينة معروفة. دوك واش دخل هذه المنحه في هذه المنحه، هذا الاستدعاء اللي رسلته لي، باللي ارواح تدي الرينا نتاع المليون اذا توا جديده في بلاصه الرينا القديمه تاع 400 ألف، ورحت عندهم قالوا لي بلي انت انسان ما تسالش، ما عطيوكش رينا، ممنوع ان تردي. قلت لهم علاه؟ قالوا لي انت انسان مش طوب، ما تسال والو، ما عندك حتى حق عندنا في الدوله، ما تسالش معايا خويا، قولوا لي ما تسالش. اوكي روحت الشهر الثاني زادوا بعثوا لي استدعاء كيما هذا نفسه، ما زدتش حوست، بس قالوا لي انت انسان مش طوب ما تسالش. شطبوني انا من خارج الجزائر، مانيش مواطن، كنت مواطن صالح وموهوب، دوكا غير مواطن، غير صالح وغير موهوب. هذه فوتوكوبي، فوتوكوبي تاع رينا ديما طالب منحة 400 ألف. كاين انا عندي نداء للسلطات، وعندي نداء
تبون وعندي نداء وزير المالية وعندي نداء وزير التضامن الاجتماعي راه نقول لهم خافوا ربي فينا اتقوا الله رانا ناس الله غالب راه كان نحيطوا شطبطوا امه هنا في ولايه باتنا كانت 300 انسان شطبطوه بلا الولايات منه ومن ومامطو رجعتوا درتوا بغيتوا ديروا قرار باسترجاع المنحه اسكو الدوله الجزائريه تطمع في ناس الله غالب عليها كاينه ناس كاينه ناس كاينه ناس راهي في البلاصه ناس راهي 100% اعاقه في البلاصه دير في ليكوش وشطبطوهم ما كانش تمين ياكلوا من يشربوا كاين ناس نحيتوا لهم كاين نسبه خلالو بابا ولا مو 1200 ولا 1300 زاد 200 ألف ولا 250 حيت لهم مليون تاع الاعاقه او خافوا ربي كاين ناس لا غالب كاين ناس مزوجه كاين ناس اللي في كوش كاين ناس ما كتفش تاكل ماما مو الدوله تجي تعاون عنا فيها هشه باش تدي قرار بلي استرجاع الملحه لا لا الله محمد رسول الله انا لو كان جيت لاباس بيا وقاعد نخدم ما نطمعش المنحه تاع الدوله الجزائريه وما نضمنش حقوقي غير شي حاجه خرج دير الطابله راكم تشوفوا بعينكم ما دير الطابله كاين ناس عطاتني ماتريال نخدم ما عنديش عطاتني ماتريال نخدم كاين السيد كفر خيره وربي يجازيه يعطاني حوايج نبيعهم كل حاجه ندي فيها 1000 فرنك تي مسكن تا كي مسكن تا من الساعتين تاع النهار للمغرب وانا قاعد هنايا ونفطر هنا في الطابله جات 1000 فرنك ونضربها من الفطور حتى للسحور الساعتين باش نروح جات 1000 فرنك هذه لا كارت يا اخي الكريم هاك ها ياتك هذه الاولى هذه اولويه قولوا الاولويه معليش ها يا اخي الكريم ها ياتك تفضل ها الاسم واللقب اسم واللقب وتاريخ الازدياد وكلش فيها والنسبه راهي 100% هاي النسبه يا اخي الكريم راهي 100% ماهي 70% ولا 80% نقولوا راني 100% راني 100% الله غالب يخدم الله غالب راكم خليتوني مده 8 شهور الله غالب انا ما لقيتش يعني الله محمد رسول الله الانسان عاد ما يشقليش ساعات باقي تاخذ ما تحكش تشريها قولك ان عمر ينم ورب عمر لا ينم انا كي درت الحاجه هذه ماشي راني نقول لك نطلب فيك ولا راني نضرب على حقي حقي كان انسان الله غالب وما عنده ما دخل هذه في هذه هذه منحه العلاقه كمنحه خاصه بي انا والمنحه الثانيه يعني مش منحه اسمها راهي اعانه من النسبه تاع الوالد الله يرحمه من الدوله كون ما جيش الحاله تاعي ما يعطيوهاليش تديوها انتوما هذه معروفه الشعب كامل يعرفها والعالم كامل يعرفها صح دوك الحاله اللي درتوها انتوما ما صراتش في العالم صارت غير في الجزائر روحوا ابسط حاجه ما جاتش غير في قال المثال روحوا غير الدول العربيه ما داروهاش في مصر ما داروهاش في الكويت ما داروهاش في تونس ما داروهاش في المغرب ما داروهاش غير في الجزائر تبقوها الدول المتخلفه ما تبقوهاش غير في الجزائر تمنعوا حرمتوا الانسان ذو الاحتياجات خاصه من حقوقه حرمتوه حتى في الخارج نقولوا هما يهود هما يعرفوا ربي خير منا حنا وما خصهم غير الشهاده هما اللي ما ينحيوش وما يدخلوش الانسان في حقه يوم الاحتجاج القاسم ما يدخلوش في حقه وهي تيجي نعطيكم انا نزيد نعطيكم النظريه ممكن الناس بزاف ما تقولولهاش هذه تلقاوها ورا لاكارت تاع الاولويه هاك معايا شوف قالك تعطى هذه البطاقه الحق في الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 92 المؤرخ في 25/0 عام 1423 الموافق ل 8 ماي سنة 2002 يتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم لا سيما المادة 32 هنا تثبت باللي هذه المادة هذه تثبت باللي راكم تحميونا في جميع حقوقنا ما استفدنا والو المادة هذه تثبت باللي حمايتنا حماية الأشخاص تسمى باللي راي انترنت حيني منحة نتاعي هذه باينة هذه معروفة دوك تمور المادة هذه دورتوها علينا حنايا الناس ذو الاحتياجات الخاصة هكا وراو الناس كل تعرفني هنايا راني مسامحكم خالتي خليكم هم جيراني حبابي خالتي كل يعرفوني سامحكم خالتي ساعة نظركم ساعة فطوركم هذا خونا صدام الحي بركة فراش حي الحدائق الناس كل تعرفوا
فهمتي الانسان ملي كان هو معوق حركيا 100% غتكون يهضر لكم وثائق تاعو امورو كاع لهم هنا. الانسان معوق حركيا ما عنده والو، ما عنده لا اباي لا والو، الانسان يتيم فهمتني، الانسان يتيم هذا ما خدام ما والو، عنده هذه الطابله يسترزق في رمضان، ابري رمضان ما على بالناش من غادي ياكل الطفل هذا، راه ماري ياك عنده 3 راه ماري ماشي سيليباتير هاك تشوف فيه، ما ينجم يخدم ما ينجم يسوق بسكلات، ما ينجم يسوق كروسه فهمتني، هذا ماشي خساره فيه موطو ولا كروسه الكتريك ولا، هذا انسان راه في عمره 35 عام خاوتي، راه انسان ثاني شعبي جزائري عنده حق اخوتي محسنين لا وجه ربي اللي نجم يعاونوا ولا نجم يعاونوا ما يدخلش عليه، هذا انسان يستاهل، حنا رانا ولاد حي كنشهدوا عليه، ماشي بغا يبروفيتي ولا رمضان ولا هذا، بلا رمضان راه يستاهل الانسان هذا، ما عندوش من يتقوي خوته، ما عندوش من يبكى ولادو ولا دارو ولا من ياكل، هذا ما عندناش من ياكل، كي جمعيات خيريين هذو خاوتي يا اخي، انتم تعاونوا اليتامى ها هو يتيم، يا اخي تعاونوا المعوقين ها معوق حركي 100%، انا ما تجيوش تطلعوا عليه ماكش انسان تفوت ناشط اجتماعي كي تفوت بالطوموبيل تفوت منها تشوف انسان كيما هذا حاط طابله ما با ما تقاريش عنده تسقسي عليه، وراه العيب كي تقاري عندي انسان كيما هذا، غير كنا نصليو في الصف الاول وجمعيات خيريه وناشطين وتهضروا تقولوا نعاونوا اليتامى وقف في رمضان، قرع زيت ما عنده الصدار هذا ما فيهاش عيب اخوتي، حنا نهضروا الصحه والكاتير اش كنت تشهدي عليه، راكم تشوفوا ما عندوش الصحه هذه ولا ما بغاش يستاهل، ولا بكروسه الكتريك يستاهل، ولا بغا حقهم عند الدوله نوقفوا معاه يستاهل، المهم هذا انسان هنا نشهدوا عليه بلي يستاهل اخوتي، الناس هنا راهم حاضرين ويشهدوا عليه، هذا ماشي باغي بروفيتي ولا يشيع ولا يبان، هذا انسان راه زوالي يطلب فيه حقه، محسنين على وجه ربي في العواشر الاخير هذو، الا تخافوا ربي فيكم شويه رحمه في قلوبكم، عاونوه الانسان هذا. والناس اللي معانا خاوتي عاونوا بالبارطاج باش هذا الفيديو يوصل للناس الكل، يوصل للمسؤولين، يوصل للمير هذا والوالي والناس هذو لهم يدعوا يقولوا حنا نديروا الخير والخير ويبغاو يبانوا في الصوره، هاو انسان اخويا ما حشم ما والو، قالك معاونوني يا خاوتي عاونوه في سبيل الله، واللي يجي يعاونوه يا خاوتي ما يدخلش عليه، والسلام عليكم. السلام عليكم خاوتي صحفتكم، واش راح نقول خونا صدام هذا راهو انسان يتيم معوق 100% ني بير ني مير، راهو يشوف ربي عاونوا بالملحه لازم الملحه لازم يقفوا معاه، الشعب كامل كيما راهو هاو انسان لا غالب، ها راك تشوف هز اليدين يبانوا طوابق لا غالب، ما كانش نطلبوا من السلطات تشوف ليه ونشوفوا الناس المحسنين، الناس اللي عندها دراهم وراهم يقول لك حنا زكي ويصليوا في الصف الاول رحمه على والديهم يشوفوا المخلوقات، راهو هو لا غالب لا غالب مسكين صحصح مكروفي ما عنده والو لا وراه لا قدامه، ما يقدر يصوغ ما يقدر يتمشى ما يقدر يدير والو، هذا هو الشيء نشوفوا له لازم في اقرب وقت خوتي شوفوا بارطاجيو لو ماكسيموم توصل للسلطات يعاونوه باي درجه، المهم يعاونوه راهو زوالي مسكين ومعوق فباين يحيولوا الملحه نتاعو ولا الملحه الملحه الملحه، حنا ناكدوا على الملحه نتاعو يرجعوها له، هذا ما كان هو مسكين لا غالب لا غالب يعني باينه متزوج هي وعنده الزوجه مسكين وما خدام ما والو، علاه الناس اللي راهي تمشي كي كي الحصان كي العاود يدي الملحه وعني واحد مسكين ديالو ملحه بطاطا البران تاعو قد نهار كيضرب في البروتين ويضرب في المسكيلاسيون مسكين، هذا مسكين شوف شوف مسكين شوف شوف عني على واحد وراهم وراهم القلوب المرحمين وراهم مسلمين وراهم مسلمون قرعه ما يقدرش يهزها المسلمين غير بالشوارب، المسلم غير بالشوارب ما تقولش المسلم غير بالشوارب، قادر تلقاها في واحد هكا والله هكا ما تلقاهاش في هذو، علاه اخويا دراهمكم تعرفوا تمتهم في بلايص مش ملاح بصح باش تمتهم في واحد كيما هذا، والله كاينين اخرين زواليه ثاني كثر وكثر يشوفوا ربي، علاه اخي خاصة الناس تاع الحي اللي قادرين لاش كاع يعاونوه الناس تاع الحي يعرفوها ما على بالهم الظروف تاعهم، شوف الناس تاع الحي ونأكدوها وناس باتنا كيما راهم من الداخل للخارج رانا خير وقت ما نفرقوا لا شاوي لا عربي لا حتى بلاصه، حاجه واحده الناس باتنا الناس اللي عندها ولاباس بها يعاونوا مخلوق راهو الاجر ربي. الشيء اللي كاينه وباين انسان ضعيف ويستاهل ما نهضروش كلمه هكا ولا كيستاهل. وناكدوا على المنحه برك. المنحه المنحه المنحه. هذه نقول لك كلمه هذه رساله لوالي ولايه باتنا والمير تاع باتنا. ومدير طوارئ. وتاع المعوقين يتصلوا بالمخلوق هذا ويرقلوا له الوضعيه نتاعو. سوي الوضعيه نتاعو اخويا. راه مسكين ما كان والو مزوجه. ها هي هاتوا راقي وراك هاتوا هاتوا. ها هي كي هات البطاقه تاعو نعطيو. البطاقه راهي 100%. ها يا خويا هات البطاقه الزرقاء هذيك. ها هي كي يعني هذه هذه وشيه برك باغي نقول. هذه هذه وشيه. الكاشي هذا نتاع من برك نتاعي انا نتاعك انت. قول لي برك هذه ها ها هي كي بطاقه.
راه ما على والديك اخوتي ولا غير حرام اسي رجعوا له الملحه نتاعو حنا نطلبوا المخلوق اسمح لي دقيقه المخلوق هذا رجعوا له الملحه نتاعو يا ولي ولايه باتنا والمير تاع باتنا رجعوا له الملحه نتاعو الزوالي هذا راهو معاق ما يمشي ما والو اخويا ها هوك يا خويا لا كذب لا حيلة اطرافي او يشف الله لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا بارك الله فيك وفيك الله الصحه زيد نقطه اخي الكريم هو معايا الصديق رضوان او هو واحد من الناس عاوني في الحوايج هذو في الماطريات اسمعني كلامك كبير شوف شوف يا اخي هذا الماطريات كل تاعو نسى حاجه انا هذا كلش تاعو سين عطاني الماطريات قال لي هاك ستاس كبير في رمضان هذا نخدم به هذا وسي كنت نهضر كامل يقول لكم الماطريات واش تاعو ها الماطريات تاعو هو يهضر ويقول لكم الماطريات اه بلا مزيتنا تاع خونا اليوم وغدوه سمعت انا النصب هذا قد النصب عندي انسان ما عندوش صوالي يروحوا انسان ضعيف انسان ضعيف كل شيء يدخل ضعيف هنا ما كانش الفطور يفطر هنا والله الفطور يفطر هنا انسان مزوج ضعيف درسوا له حالته في اقرب وقت في اقرب وقت هي انا باغي نعرف حاجه درك انايا واش دخل درك انا رساله للتبول والبرلمان من فوق واش دخل منحة الإعاقة في النسبة تاع الواد ولا تاع حاجة أخرى هذه عندها حتى دخل بصح علاش؟ دونك المبلغ اللي تخليه لي أنا ما يعيشنيش إذا كان تعيشك أنت زوج ملايين راه نعطيك تعيش بها خويا أو عيش بها لو كان تعيشني دونك واش ندي طابة ندي كل حاجة ندير فيها الفرنك قال دير نداء للدولة الجزائرية ولدي ردوا المنحة هذه للناس لي زونديكابي الناس اللي غالب عليهم رانا هضرنا وعاودنا ناس راهي ماهيش تدي في شرية كان الناس لاباس بها خوتي تدي في 4 ملايين وخمس ملايين ما عقلش تعيش فيما بالك انت يا ناس تدي في 1200 من بلاصة أخرى تاع باباه توفى تاع كما نقولوا حنايا كان معلم ولا كان مدير ولا كان في إطار جيش ولا كان المهم هو عنده الحالة والكا كان يخلالو باباه 1100 1200 1400 بالمنحة اللي نحيتها له راهو عايش ب 14 زوج ملايين 400 ولا زوج ملايين 200 ونحيت له منحة الإعاقة تسمى تبقى له 1200 منين ياكل منين يشرب أما واش يتقاضى في 400 و5 ملايين الناس يتقاضى في 400 و5 ملايين حتى 10 ملايين ما قدرش تعيش يا أنت الناس هي مضرارة لاباس بهم بشهريتهم وإطارات وتزرد ما بالك يا الله العظيم ما بالك يا الله الناس هي مضرارة صح صح دخلتي أنا مبلغ 2 ملايين 400 زيد 400 طايمة تشرب 1400 هكا 1400 تبقى لك 600000 قول لي واش راه دير تريسيتي ما غاز تاكل تشرب تداوي واش راه دير هذا ما دير وحنا بصحتنا ونخدموا ساعه ساعه تقريبا ما غالبك تروح ما نلقاو روحنا ام الحانوت اللي سالا ونخدموا يوميا تهز المبلغ هذاك تعطيه ثاني هاك انت هاك 200 هاك 100 هاك 300 هاك وخلص المبلغ في نهار سبحان الله العظيم خافوا ربي الناس يسلك في الحب ونهار القيامه شتيتوا الناس هذول اللي غالب عليها وما صراتش هذه في الدول العربيه ما صراتش غير في الجزائر القانون طبق علينا ما صراتش حتى نقولوا حنايا كفار ويهود حتى بني اسرائيل بني اسرائيل ما داروش العبسة هذه لا لا محمد رسول الله كاين الناس عندها زوج شهريات ثلاثه ما حاسبتهمش راهم يديو نورمال جيتوا عند الفئه اللي عندنا حنا توصل لدرجه انكم بغيتوا تحاسبوا الفئه هذه كاين الناس اللي ماهيش تمشي لا ليكوش بغيتوا تحاسبوها طلعت الدراهم ولد ولد المجاهده ويزيد داروا لهم شغل سبحان الله هذا والحكايه هذيك استرجاع ما يسترجع تو كاين ناس حركيا سامح لي يا زيد تطمع الدوله الجزائريه يعني عاود يرد لك سبع سنين تعطيه منها انا حاب نفهم حاجه عاود يردها لك انا حاب نفهم حاجه من تبون درت لونساج درت لون جام درت سمي ولا كيما نقولها منحة البطاله 1300 نورمال بصح جيت نحيت الانسان المعاق لا نحيته ماهوش قادر يخدم صحيح قادر يخدم عطيته البطاله 1300 يقدر يخدم ياكل يشرب بس الناس لا غالب عليها هم غير بغيت فلوطون بغيت تحاسبهم استرجاع هاي ما كانش منها منين يردك 30 مليون 40 مليون حتى 70 مليون 70 هاي تروح تاكلوها يا انا مع السلطات السلطات مع السلطات نهضر معاهم يعني يعطيكم قلبكم وضميركم ضميركم تقدروا تحاسبوا انسان تقدروا تحاسبوا انسان في البلاصه ديال اللي يكونش يرد لك المنحه الاسترجاعيه 50 مليون هو اللي يطمع فينا واش الدوله تطمع فينا الله محمد رسول الله شنو قالوا هو اللي يطمع في الحكومه الله محمد رسول الله هذا الحكومه انا الناس كل تعرفني اسمع الناس كل تعرفني في حياتي ما بديتش ندير انسان ما طلبتش ما درت حتى حاجه نحيتوا لي منحه لمده 2 شهور جيت خرجت ناخذ خبز فرنك كل يعرفوني انا نضع على حقي وخافوا الله وهذا ما نقول
هم الناس كلهم تعرفناهم ولا تعرفيهم هم كل يعرفوني.